ادخل. صباح الخير يا فندم. صباح الفل يا نسمة. ملف سير تقرير العمل اللي حضرتك طلبته فيه. طيب سيبهولي انا وخليهم يعملوا لي قهوه مظبوط. اوكي اوامر حضرتك يا فندم. بقول لك ايه؟ نعم يا فندم. انت قلتي لي اسمك ايه؟ نسمة. اسمي نسمة. انت عارفة ان انا بفكر فيكي كتير قوي من يوم لما شفتك، وامبارح بالليل لو كان معايا رقم تليفونك كنت كلمتك وعزمتك على العشاء. ما يتهيأليش انه كان هينفع، لاني مش متعودة اخرج غير مع بابا او ماما او اي حد من اخواتي. اه طيب خلاص، لو ما ينفعش عشاء نخليه غدا. برضو ما يتهيأليش انه هينفع، لاني مش متعودة برضو اخرج غير مع ماما او بابا او اي حد من اخواتي. ماما او بابا او اي حد من اخواتك. طيب لو عندنا عشاء او غدا عمل برا ومحتاجك معايا، برضو هتقولي لي ماما او بابا او اي حد من اخواتك يجي معانا؟ هو لو عشاء عمل وضرورة من ضرورات الشغل بيتهيألي ممكن من غير بابا او ماما او اي حد من اخواتي. على فكرة انتي ابتسامتك حلوة قوي، وانت كمان الجرافطة اللي انت لابسها حلوة موت. الو. اي فندم موجود. اوكي هبلغه. حاضر، باي. مين دي؟ الانسة ليلى سكرتيرة الدكتور مصطفى، بتبلغ حضرتك ان في اجتماع عاجل دلوقتي حالا في مكتبه. احنا وجدنا في اجندة الحسابات السرية بتاع المرحوم مبلغ 570 مليون دولار مودعة في حسابات في سويسرا، وده مبلغ ضخم جدا، يعني ممكن نحل بيه كثير من المشاكل اللي بتعترضنا، زي مثلا فلوس الحاجة نعيمة وسعيد شاكر وغيره وغيره. بالإضافة لأن جزء صغير من هذا المبلغ ممكن يسدد كل قروض البنوك وفوائدها المتأخرة دي، ونتفرغ بقى تماما لعمل خطة لإنشاء المشروعات الخيرية اللي عايز أعملها باسم المرحوم. ده كلام جميل يا دكتور، بس الفلوس دي مش بالساهل هنقدر نحط إيدينا عليها. أنا بخبرتي في مؤسسات المالية والبنوك العالمية هنحتاج أكتر من سنتين في إجراءات معقدة عشان نقدر ننقل الحسابات دي باسمك في نفس البنوك وتبقى حر التصرف فيها. كلام ايه ده بس اللي بتقوليه يا دكتوره كاميليا؟ في اجنده الحسابات السريه اللي لقيناها كل ارقام الحسابات والمبالغ المودعه في كل حساب. وبعدين يا دكتوره بعد اذنك، احنا لقينا كمان فايل كامل مليان مستندات بتؤكد صحه الارقام دي في الحسابات. دول 570 مليون دولار. مش دي المشكله. المشكلة في إجراءات المعقدة اللي هتاخد فترة كبيرة قوي. معقدة؟ انت هتعقدي الدنيا دي في ايه يا دكتور؟ انا فاهم جنابك، الحسابات دي في بنوك سويسرا، يعني خاضعة للقانون السويسري، وللأسف الشديد مفيش بين مصر وسويسرا اي اتفاقات او معاهدات قانونية دولية. في حالة زي حالتنا ديت لازم نبدأ إجراءاتنا القانونية من نقطة الصفر، يعني بداية من إثبات وفاة محمود باشا وتوثيق هذه الوفاة في الخارجية المصرية وفي السفارة السويسرية في مصر، ولغاية ما ناخد الشهادة الموثقة ونثبت صلة القرابة بين جنابك وبين المرحوم هنرفع قضية في المحاكم السويسرية شبيهة بقضية إعلام الوراثة في مصر. ولأن ظروف القضية بتاعتنا مختلفة ولأن المبالغ ضخمة جدا في الحسابات، أكيد القاضي السويسري هيأمر الإنتربول بالتحري. تحريات عن إيه بالظبط يا سيادة المستشار؟ يتحروا عن ان المرحوم ملوش اي ورثة شرعيين غير حضرتك والحاجة، وان ملوش اي وصية. ودي على فكرة اجراءات بتاخد وقت طويل جدا يا فندم على بال ما تتحسم وبعدين ترجع برضو للمحاكم السويسرية. يبقى فعلا زي ما قالت الدكتورة، مش قبل سنتين علشان ناخد حكم نهائي من المحاكم السويسرية بتمكينك انت والحاجة من الارصدة المودعة في البنوك السويسرية.